مرحبا بكم. تطورات مثيرة جدا في قضية هاشم البسطاوي الذي أثار جدلا واسعا بعد إعلان اعتزاله. في سياق الجدل الكبير الذي رافق الطريقة المثيرة التي أعلن بها الفنان هاشم البسطاوي نجل الراحل محمد البسطاوي عن اعتزاله الفن والتمثيل عبر تدوينة نشرها على حسابه الخاص عبر الانستغرام، افاد المقربون من هاشم ان حياة هذا الاخير عرفت تحولات غير متوقعة بسبب ربط علاقات جديدة مع احد الدعاة الذي سيطر على افكاره واقنعه بان الطريقة التي يسلكها محرمة، وبالتالي وجب عليه اعتزال الفن والرجوع الى طريق الله عبر توبة نصوحة يقلع من خلالها تماما عما كان يقوم به سابقا، على حد تعبير فنان مقرب منه. ذات المصدر أكد أنه يسعى حاليا بمعية عدد من زملائه الفنانين التدخل قصد فهم الأسباب الحقيقية التي جعلت هاشم يتخذ هذا القرار الفجائي، مشيرا أن هذا الأخير رفض مرارا الرد على كل المكالمات الهاتفية التي تقاطرت عليه منذ إعلان الاعتزال، وأن هاشم يعيش حسب مقربيه أزمة نفسية حادة جدا. وشدد ذات المصدر الذي رفض الكشف عن هويته أن جميع الفنانين والمهتمين بالشأن الفني ملزمين اليوم بمساعدة هاشم قصد تجاوز هذه الأزمة في أفق العودة إلى جمهوره ومحبيه، مشيرا أن هاشم يبقى من بين أبرز الفنانين الشباب وينتظره مستقبل كبير جداً.